73% نسبة المحدثين لسجلاتهم والمستلمين للبطاقة البيومترية، إحصائية زودتنا بها مفوضية الانتخابات في البصرة، معتبرة إياها حالة جيدة قياسا ببقية المحافظات مع بدء العد التنازلي للمعترك الانتخابي. وبينما تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على زيادة نسبة المحدثين والمستلمين للبطاقات البيومترية، مراقبون يرون أن عدد المقاعد النيابية لمحافظة البصرة لا تنسجم ونسبتها السكانية. وفي ظل الظروف الحالية، مراقبون يتساءلون عن سبب عدم التناسب بين النسبة السكانية وعدد مقاعد البصرة في البرلمان العراقي، معتبرين ذلك مصادرة لحقوق المحافظة تصل حد الخيانة من قبل سياسيها التابعين جميعا لأحزاب يقع مركزها خارج البصرة. أريد أروح للمعلومات اللي هي نفسها مفوضية الانتخابات ووزارة التخطيط أقرت فيها لسنة 2020 وقالت أن سكان البصرة وصل إلى 3,400,000 وكسر. طيب ما هذا ظلم بائن وواضح للبصرة والسبب به نواب البصرة صراحة، وهذا مو عتب، هاي مساءلة، لأن احنا جبناهم المفروض يمثلونا بشكل صحيح. عدم إثارتهم لهذا الموضوع هو تخاذل، وأنا شخصيا أحلله بأنه هذا مقصود حتى من حكومتنا المركزية لإضعاف صوت البصرة مقابل أصوات محافظات أخرى. وما مر به المواطن البصري من قتل منظم ومصادرة للحقوق وتجاهل للكفاءات العلمية يرجح كفة قلة المشاركة في الانتخابات المقبلة بعيدا عن قراءات مفوضية انتخابات البصرة. طبعا نتوقع الانتخابات المقبلة راح يكون الإقبال على الانتخابات جدا قليل لعدة أسباب، أبرزها هو فقدان ثقة المواطن بالمسؤول، والقضية الثانية اللي ربما هناك كثير من الأمور اللي كان ينتظرها المواطن خلال الحكومات السابقة والدورات السابقة ما تحققت، فمن الممكن توقعات أن يكون بنفس القضية اللي كانت خلال الفترة الماضية. من البصرة أركان تقييم، قناة التغيير.